عشان نشطتنا العظيمة. لا حياتي، جايب العشاء بنفسك؟ إذا ما جبت لك العشاء أنا، من يجيب لك إياه؟ عدولة، واللي يرحم والديك، لا تحسسني بتاني بالضمير، وخلي الشغالة تسوي شغلها. شغالة؟ لا 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 أبداً، حنا كلنا وراك، حنا كلنا وراك، أنت ناشطة وعملك جليل وعظيم، أنا اللي أخدمك. الله لا يحرم منك يا رب. ها قولي لي، وش صار في مشروعك؟ والله المشروع للحين وزارة الشؤون الاجتماعية، وعندي أمل إنهم راح يوافقون إن شاء الله. لا بيوافقون، لا تخافين، أنت قاعدة تقدمي خدمة عظيمة لشريحة متزايدة من النساء في مجتمعنا. يا رب يا عادل، يا رب إنهم يوافقون، هذا مشروع عمري، جمعية خاصة للنساء المطلقات فقط، يا رب إنهم يوافقون. بيوافقون بيوافقون إن شاء الله. الحمد لله، وأخيراً جاتنا الموافقة. ألف ألف مبروك يا حصة يا حبيبتي، تستاهلين كل الخير والله. الله يبارك فيك يا حياتي، أنت فعلاً تعبت كثير وأمنت بفكرة هالمشروع. طبعاً بالإيمان نقدر نسوي كل شيء. والله فعلاً كنا محتاجين هذه الجمعية، عددنا قاعد بيزيد بشكل مخيف. يا سعاد، كل شيء في وقته حلو. أي حصة، بس هلا هلا الشغل الحين بيكون كبير عليكي، يعني تهملين بيتك وزوجك. الحمد لله إن الله رزقني بعادل، بصراحة يحظك فيه، إنسان متفاهم جدا، وهو اللي شجعني على كل هذا، ولولا ما قدرت أسوي أي شيء. بس يا حصة انتبهي على بيتك، ترى البيت قبل أي شيء ثاني. لا، إلا اللي عنده رغبة يساعد مجتمعه، العمل أولا ثم البيت. والله يحق لك دام زوجك متفهم كذا. الحمد لله، الله لا يحرمني منه. يلا بابا اشرب عصير، يلا سمارة عصيرك بابا، بسم الله. يا سلام، شاطرة حبيبتي. اهلا 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 برئيسة جمعية المطلقات. لا والله لسه ما صرت رئيسة الجمعية، المهم الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يكون جمعية عمومية وهم إن شاء الله راح يقرروا. يا سلام، يعني بيختاروا غيرك؟ طيب أنت صاحبة المشروع وأنت صاحبة الفكرة، لا لا لازم أنت. أقول عدولة، عسى الأولاد الأشقياء دول ما عذبوك. لا أبدا، حتى لو عذبوني فدا ناشطتنا العظيمة، كلنا وراك، قابلي شغلك بس. حياتي والله ميت جوع ميت جوع. يلا يلا بلعب، بس لا تعطيني طحينة، ترى عندي حساسية. طحينية الحساسية ولا الجبنة؟ لا 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 طحين ما عليش، انت بس كلنا وراك، سوي بس قابل شغلك وحنا وراك. ناس ناس ياكل شيء، ما هي مشكلة. يلا بابا يلا. انا جاي لك الموضوع، لا الموضوع لا، لو سمحتوا هدوء وخلونا نفهم على بعض، كل واحدة تتكلم في دورها. يا اخت حصة ممكن اتكلم؟ تفضل يا سعاد. هذه ما هي بجمعية مطلقات؟ نعم، والخدمة المطلقات. طيب مو المفروض اللي يديرونها يكونون مطلقات؟ هي صحيح. هدوء لو سمحتوا، هدوء. ممكن توضحين قصدك؟ يا اخت حصة انتي متزوجة وسعيدة في زواجك، هل يحق لك ترئسين الجمعية؟ بس يا اخت سعاد هذه فكرتها ومشروع عمرها. لحظة يا موضي، انا برد عليك. ايه يحق لي اني ارأس الجمعية هذه؟ مو بس لأنها فكرتي ولا لأني اشتغلت فيها، لكن لأني فاهمة قضية المطلقات أكثر من أي وحدة فيكم. مستحيل. وش هل مستحيل؟ مستحيل وحدة ما هي مطلقة تفهم قضية المطلقات، ما يفهم المطلقة إلا المطلقة. نعم نعم، لا والله تبون تاخذون مني مشروع عمري وأنا اللي تعبت عليه وأنتوا ولا سويتوا شيء؟ استريح يا عمي، خليني انا اسوي. يا ماري يا ماري، حنا لازم نوقف كلنا ورا حصة، دي ناشطة عظيمة، ايش بلاك انتي؟ بس انت تعب كثير. اليوم يوم مميز يا ماري، اليوم حصة بترجع وهي رئيسة جمعية المطلقات. ها هذه جت، هذه جت. ان شاء الله الحريم. خير ان شاء الله، خوفتيني. ايش فيه الحريم اللي بالاداره؟ ايش فيهم؟